أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم طلاب الصف الثامن في مادة الدراسات الاجتماعية، وهذه قناة حياتنا أور لايف. ندعوكم للاشتراك في القناة ومتابعتنا. اليوم في هذا الفيديو رح نتحدث عن الحضارة الأكادية، وهي الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. رح نتحدث اليوم عن شو هي هاي الحضارة، شو أهم الإنجازات اللي عملتها. فالمفاهيم والمصطلحات الموجودة هون لدينا: The Akkadian Civilization، الحضارة الأكادية، وعن مسلة النصر اسمها Victory Obelisk، السبب والنتيجة رح ندرسهم مع الاستنتاج، إن نطلع استنتاجات معينة ونشوف الفكرة وتفاصيل هذه الفكرة. إذا نرحب فيكم ونبلش مع بعض. أي فيديوهات أنتم حابين تشوفوها من الصف الأول إلى العاشر كل موجود في قوائم التشغيل عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب. الحضارة الأكادية هي حضارة تمتد من 2350 إلى 2159 ما قبل الميلاد. ممكن نروح على العراق ونقف أمام مسلة النصر الموجودة في العراق، وقد أثارت في نفسي الشعور بالإعجاب بجمال النقوش المحفورة عليها، وتذكرني بتاريخ حافل بالانتصارات وبالإنجازات. إذا قلت لك يا تامن عرف الحضارة الأكادية، هي أول إمبراطورية عرفها التاريخ وأول أباطرتها هو مؤسسها الملك سرجون الأكادي، الذي استطاع تأسيس جيش قوي، وتوسع هذا الملك يا تامن على حساب المدن السومرية. بحب أذكركم أنه الدرس الماضي قلنا عن أنه ضعفت الدولة السومرية في الأخير بسبب تنازع الدول المدن بيناتهم. اللي استغل هذه النقطة هم الشعب الأكادي أو الملك سرجون الأكادي، اللي استطاع أن يؤسس جيش قوي، استغل ضعفهم للسومريين واحتل بلادهم. فإذا استغل ما تعاني من ضعف وتفكك وأسس دولة واحدة مستقلة ما بده مدن وممالك، كل مدينة يكون لها نظامها الخاص. بجوز هاد اللي ساعد في تفكك مدن السومرية، بأن كل مدينة كان لها نظامها الخاص زي كأنها دولة لحالها. فإجا جمع كل هاي المدن بمملكة واحدة مستقلة، واتخذ من مدينة اسمها أكاد عاصمة له. إذا هاي هي الحضارة الأكادية. لو بدنا نيجي نعرفها، إذا هي أول إمبراطورية بالتاريخ، ومؤسسها الملك سرجون الذي استطاع الانتصار على الدولة السومرية. الموقع والنشأة وين بالضبط كانوا موجودين؟ نحن بحب أذكركم أن كل هاي الحضارات اللي عم ندرسها كلها موجودة ما بين النهرين، يعني كلها موجودة في العراق. الأكاديون هم من الشعوب السامية اللي هاجروا من شبه الجزيرة العربية وإجوا لوسط بلاد الرافدين، يعني هن كانوا أصلاً بالسعودية، بعدين إجوا للعراق في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. تأثير حضارتهم ممتد على طول النهرين والمناطق المحيطة فيهم من البحر المتوسط شمالاً إلى شط العرب، يعني منطقة التقاء النهرين دجلة والفرات قرب الخليج العربي، هاي المنطقة بالجنوب. يعني بلشوا من العراق نقطة التقاء النهرين ونزلوا للأسفل، امتدوا بشكل أوسع إلى المنطقة قرب الخليج العربي. إذا الحضارة الأكادية سكنت أو أول شيء انتقلت من السعودية شبه الجزيرة العربية إلى العراق. بلغت أوج قوتها في عهد ملك اسمه نيرامسين. هذا الملك حافظ على وحدة البلاد. شو عمل؟ يعني ممكن أقول لك عرف لي هذا الملك، شو عمل هذا الملك بالضبط؟ هذا الملك فعلياً كانت الحضارة الأكادية في أوز عزها، يعني قوتها وجبروتها، لأنه هذا الملك استطاع أن يهزم الكثير من الإمبراطوريات حواليه، حيث وسع إمبراطوريته الأكادية. اقتصادياً كانت جداً نشطة، حركتها التجارية كثير كانت نشطة، هندستها المعمارية، سجل عدة انتصارات وإنجازات. كل الانتصارات، كل الإنجازات اللي عملها كلها حطها على هذه المسلة زي ما تشايفين، اللي اسمها مسلة النصر. لمين؟ للملك الأكادي نيرامسين. إذن الملك الأكادي نيرامسين كان حاكم قوي، عمل إنجازات اقتصادية كبيرة جدا بالزراعة، بالتجارة، بطور حتى الهندسة المعمارية طورت عنده. عمل عدة انتصارات وإنجازات ضخمة كلها حفرها في هذه المسلة اللي اسمها مسلة النصر. أوكي؟ يعني لو عرفنا لكم وقلنا لكم ما هي مسلة النصر، هي المسلة التي بيّنت إنجازاته للملك نيرامسين. طيب هلا بدنا نحكي عن الحياة الاقتصادية للدولة الأكادية، مش بس
بعهد نيرامسين، لا بشكل عام، طوال الفترة اللي حكمت فيها الحضارة الأكادية كيف كانت الحياة الاقتصادية، عشان بعد ما نخلص الحياة الاقتصادية ونحكي عن الزراعة والتجارة وما إلى ذلك والصناعة نحكي شوي عن مظاهر الحضارة الأكادية. هلأ اقتصاديا الإمبراطورية الأكادية وسعت التجارة الداخلية والخارجية، أنشأت شبكة واسعة من الطرق التجارية، أوكي؟ هذا الإشي عزز تبادل السلع والأفكار بين المناطق المختلفة، فالنمو الاقتصادي 100% بده يزيد يا تامن لما تتوسع وتتطور التجارة، فإذا النمو الاقتصادي زاد، ولما يزيد النمو الاقتصادي أنت يعني بسبب حركة التجارة أنت بتضطر أنك تشوف أمم ثانية تحكي ويعني يصير في اتصالات مع أمم ثانية، وبالتالي صار عندك شغلة اسمها التنوع الثقافي، استقرار، خاصة مع انتشار الأمن والاستقرار في المنطقة. وجود الأمن والاستقرار في المنطقة يا ثامن دائما يحفز على الإنتاجية وعلى الإبداع، يعني أنت متبطل تركز إنه كيف أنا بدي أحمي شعبي وكيف بدي أسجل انتصارات وكيف بدي أواجه يعني شعوب تانية بحروب، لا خلص بصير تركيزك الكامل على كيف بدك تطور بلدك اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً. فنحن في الحياة الاقتصادية لما نقول لك تحكينا عن الحياة الاقتصادية الأكادية تحكي لي عن التجارة الداخلية والخارجية فيها، شبكة الطرق التجارية فيها، كيف صارت عمليات تبادل السلع والأفكار، كيف صار في نمو اقتصادي باهر انعكس على الناحية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. طيب إذا العلاقة بين توسع التجارة والتنوع الثقافي زي ما حكينا هلأ إنه كل ما صار في عندك تجارة أكثر أنت بتضطر إنك تتعامل مع شعوب مختلفة عشان تعمل عملية تبادل سلع سواء بالمقايضة أو بأي طريقة ثانية، فمية بالمية أنت رح تحكي بلغات ثانية، فخلص رح تصير تحترم الآخر، تحترم يعني وجوده ومن أجل التعاملات التجارية كي تتم. طيب مظاهر الحضارة الأكادية شو عملوا بالضبط الأكاديون؟ نذكر أن السومريون عملوا كتير إنجازات ضخمة في علم الفلك، في القواعد القوانين، في كثير من الأشياء زي الكتابة المسمارية. طب ماذا عن الأكاديين؟ هل الأكاديون نقلوا عن السومريين، أخذوا من السومريين كل أساليب الزراعة عندهم وبناء القرى الزراعية، فبالتالي أنشأوا مدن خاصة فيهم اللي هي مدينة أكاديا اللي اتخذوها عاصمة لهم، غير مدينة أكاد كان في عندك مدينة اسمها ماري. هاي المدينة ممكن يجي فيها بالسؤال هنا من ضمن الأسئلة نعرف ماري. ماري هي مركز مهم للتجارة وللثقافة، ولكي نتعرف أهم مظاهر الحضارة الأكادية يجب أن نتأمل هذا الشكل. إذن هاي هي مظاهر الحضارة الأكادية زي ما أنتم شايفينها. شو عملوا بالضبط الأكاديون؟ أول إشي طوروا النظام الإداري. اثنين استخدموا كتابة رمزية، يعني صاروا يستخدموا رموز بالكتابة. عملوا أول إمبراطورية بالتاريخ. أربعة مارسوا الطب وربطوا الطب بالحياة الدينية. وخمسة أنشأوا أول نظام بريدي. هذا كله عملوه الأكاديون. إذن أول شيء بالنسبة للنظام الزراعي، هذا الحكي مش مكتوب هون، ممكن تزيدوا عليها، إنه أخذوا من السومريين أنظمتهم الزراعية وزادوا عليها وعملوا مدن جديدة زي مدينة ماري، مدينة أكاد. بالإضافة لذلك عملوا كل هاي الإنجازات. من أول من أنشأ النظام البريدي؟ الأكاديون. مين اللي طور النظام الإداري وكيفية إدارة الإدارات العامة يعني كيف بتصير؟ الأكاديون. مين اللي مارسوا الطب وربطوا الطب بالحياة الدينية يعني بآلهتهم بعباداتهم؟ الأكاديون. نحن بنحكي عن فترة ما قبل الميلاد لا تنسوا. من أنشأ أول إمبراطورية في التاريخ؟ السومريين ما كانت إمبراطورية، كانت بس دولة، مجموعة من الدول المنفصلة المستقلة ذاتياً، لكن الأكاديون تعلموا من غطة السومريون ووحدوا كل هاي الدول في إمبراطورية. الإمبراطورية تكون دولة ضخمة، فأول إمبراطورية بالتاريخ كله هي الإمبراطورية الأكادية. السومريين استخدموا الكتابة المسمارية، هون هن استخدموا الكتابة المسمارية الأكاديون، لكن زادوا عليها إنهم وضعوا الرموز في كتاباتهم. طيب ما نحكي إنه حتى الفنون والثقافة الأكادية تأثرت بتقاليد الحضارة السومرية 100%. هلأ اللغة الأكادية حلت محل اللغة السومرية، أصبحت اللغة الرسمية ببلاد الرافدين. كان الإله اسمه غولا، هو الإله الرئيسي يلي بيعتمدوا عليه للشفاء، وكان لقبه الطبيب العظيم.
تمام. إذن بالنسبة للفنون والثقافة، أول إشي بدنا نحكي اللغة تأثرت، مش اللغة تأثرت، كان في لغة سومرية، أجبروا سكان كل المناطق إنه ممنوع تحكوا سومري خلص، ممكن تحكوا أكادي، فصارت الأكادية هي اللغة الرسمية للبلاد، تمام. هاي واحد. بالتالي كمان كان للسومريين تأثير كثير على الأكاديين، فهن تأثروا بثقافتهم بفنونهم. طب شو اسم الإله تبعهم؟ مش نفس إله السومريين، لا، اعتمدوا على إله خاص للشفاء وسموه الطبيب العظيم اللي هو الإله غولا أو الآلهة غولا. نيجي لضعف الحضارة الأكادية، زي ما حكينا كل حضارة يا تامن ترتفع وتصل للأوج، بعدين خلاص إلا يجي يوم وتندثر هذه الحضارة، هيك التاريخ. فالحضارة الأكادية إجا يوم وضعفت، هذه الإمبراطورية ضعفت بشكل كبير، وكمان هدول مش زي السومريين معطوهم مش مجال وحرية إنهم يعملوا أنظمة مستقلة، كان في استبداد كثير في الحكم، يعني مسكوا الحكم الشعب مسكوه من يعني زي ما بسموها القبضة الحاكمة، يعني كان في كثير استبداد، وكانت السلطة متركزة بيد الحاكم. فزاد الخلاف بينه وبين رجال الدين، إضافة لحروب كثيرة قام فيها الملك نيرامسين يلي حكينا أنه كثير وسع الإمبراطورية. بعد وفاة الملك اللي هو نيرامسين تعاقب على حكم الإمبراطورية الأكادية ملوك كثيرون، صار عهدهم كله عبارة عن ثورات، هذا الشيء هو اللي ساعد المدن السومرية استعادت استقلالها، ردت رجعت المدن السومرية وصارت تستغل هذا الوضع وصارت بدها تستقل، وفعليا في دول سومرية استقلت وابتعدت عن الإمبراطورية الأكادية. إذن السؤال لماذا ضعفت؟ أول شيء بتقولي الاستبداد في الحكم، تركز السلطة بيد الحاكم، ازدياد الاختلاف أو الخلافات بينه وبين رجال الدين، والسبب الرابع هو الحروب الكثيرة اللي قام فيها نيرامسين فضعفت 100%. بعدين كل الملوك اللي اجوا وراء هذا الملك نيرامسين صار في عهدهم الكثير من الثورات، ثورات كثيرة جدا، فعشان هيك ضعفت هذه الإمبراطورية العظيمة الأكادية. إذا أول إمبراطورية يعرف التاريخ هي الأكادية، أول من أنشأ نظام بريدي في العالم باستخدام الألواح الطينية هم الأكاديون، وقد طوروا نظام إداري خاص فيهم، أول من مارس الطب هم الأكاديون، وأول من جعلهم مرتبط بالحياة الدينية كيف؟ من خلال غولا اللي هو آلهتهم الخاص للشفاء غولا. طب نيجي لأسئلة الدرس الخاص في الحضارة الأكادية، درسنا اليوم كان كتير سهل وحلو وبسيط. السؤال الأول، هون مجموعة من الأسئلة، طبعا هون مطلوب منا عمل جماعي، ابحث عن أبرز ما قدم الملك سرجون الأكادي لشعبه ونعرض ما نتوصل إليه أمام الزملاء وزميلاتي، وفي بعدين الحضارة البابلية. طيب خلينا نبلش إذن بالأول درس بأول سؤال، ما هي أسباب ضعف الدولة الأكادية؟ نيجي للدولة الأكادية ونحكي مع بعض شو أسباب ضعف هذه الدولة الأكادية. إذا أذكر أسباب ضعف الدولة الأكادية، الجواب هو ضعفت بسبب حكينا 4 أو 5 أسباب. أول إشي الاستبداد بالحكم، 2 تركزت السلطة بيد الحاكم، 3 زيادة الخلاف بينه وبين رجال الدين، 4 حروب كثيرة قام فيها الملك نيرامسين، و5 الملوك الآخرين الذين اتسم عهدهم بالثورات، بالتالي ساعد المدن السومرية أن تأخذ استقلالها أو تستعيده. السؤال الثاني، بيّن كيف أخضع الملك سرجون الأكادي المدن السومرية لحكمه؟ كيف أخضعها لحكمه؟ طبعاً مؤسس هذه المدن السومرية هو سرجون، أو كيف أخضع الملك سرجون المدن السومرية لحكمه؟ لأن الملك سرجون استطاع تأسيس جيش قوي وتوسع على حساب المدن السومرية، واستغل ما تعانيه من ضعف وتفكك، فعمل هذا الملك على توحيد المدن والممالك في دولة واحدة مستقلة، واتخذ من مدينة أكاد عاصمة له. طيب عدد لي أهم إنجازات الحضارة الأكادية في الجوانب الإدارية، شو أهم إنجازاتهم هدول؟ إنهم عملوا على تطوير النظام الإداري. إذن شو أهم إنجازاتهم في الجوانب الإدارية؟
زي ما حكينا هن اللي طوروا النظام الإداري. طب شو اللغة اللي استخدموها؟ لغتهم نفسهم اللغة الأكادية، وأكيد استبدلوا يعني شالوا اللغة السومرية وخلوا اللغة الأكادية هي اللغة الرسمية. شو اسم الإله الرئيسي للشفاء عند الأكاديين؟ اسمه غولا. شو المقصود في نيرامسين ومدينة ماري؟ نيرامسين هو عبارة عن الملك الذي حافظ على وحدة البلاد، وفي عهده بلغت الحضارة الأكادية أوج قوتها ووسع حدودها، نشط تجارتها وطور هندستها وسجل انتصاراته وإنجازاته على مسلة تسمى مسلة النصر. هذا كل ما يتعلق بنيرامسين. مدينة ماري هي عبارة عن مركز مهم للتجارة والثقافة، وممكن تحكي اشتهرت لدى الأكاديين. مدينة ماري كانت موجودة في الإمبراطورية الأكادية. طيب التفكير الناقد والإبداعي، بدنا نفسر لماذا أسهمت الكتابة المسمارية في تطوير النظام البريدي عند الأكاديين؟ طبعا لأنهم يعني الكتابة المسمارية اللي هي التي تتم باستخدام أداة تشبه القلم على ألواح طينية، أصلا لأنه نظام البريدي تم فيه الأكاديين استخدموا فيه الألواح الطينية، والألواح الطينية ما بتقدر ترسم عليها إلا من خلال طريقة الكتابة المسمارية. طيب سؤال ثاني، ساعد موقع الحضارة الأكادية عند نهري دجلة والفرات على ازدهار الزراعة والتجارة في بلاد الرافدين؟ طبعا هلا وجود الأنهار طبعا رح يساعد على ازدهار الزراعة والتجارة، لأنه هاي الأنهار ستؤدي إلى كثرة الري وخصوبة التربة، وبالتالي تزداد المنتجات الزراعية وهناك حاجة لتصديرها، فنشطت الحركة الزراعية والتجارية هاي والتجارية على حد سواء. أوكي. بسبب الموقع الجغرافي ووفرة المياه وخصوبة التربة، دائما الموقع الجغرافي بيلعب أهمية كبيرة جدا، بتزهر عندك الزراعة بالتالي بتزهر التجارة وما إلى ذلك. طيب أثر الأمن والاستقرار في ازدهار الحياة الاقتصادية عند الأكاديين، صح ولا لا؟ طبعا هلأ الإمبراطورية الأكادية وسعت تجارتها الداخلية والخارجية بإنشاء شبكة واسعة من الطرق التجارية، هذا الشيء عزز تبادل السلع والأفكار بين المناطق المختلفة وزاد النمو الاقتصادي والتنوع الثقافي والاستقرار، خاصة في ظل انتشار الأمن والاستقرار في المنطقة. إذن عشان هيك الأمن فعلياً عمل على ازدهار الحياة الاقتصادية. طيب أعطينا أبرز ما قدمه الملك سرجون الأكادي لشعبه، ونعرض هذه التفاصيل أمام زملائنا. هلأ الملك سرجون الأكادي حافظ على ولاء جيشه إنه منحهم أراضي زراعية للاستثمار. بلا شك في ذلك الزمان كانت الأراضي الزراعية هي فعلياً العمل الأكثر دراً للربح، من حيث إنه عماد الحياة بالحضارات القديمة هي الزراعة. فهذا الملك اللي هو سرجون كان يستعيض عن دفع الرواتب يعطيهم أراضي، فبالتالي غطى بذلك الجانب المادي للجنود، هيك كان مكافئهم يعني. هذا الملك اللي هو سرجون بنى مدينة أكاد على ضفاف نهر الفرات، واحتل مدينة ماري وحارب العموريين محتلا مدينة آشور في الشمال وضم نينوى كما يقال. قد ما هو كان يعني ملك يعني قوي، احتل قبرص ووصل جيوشه للبحر المتوسط وأقام تجارة مع الهند ووصل إلى جبال طوروس ولبنان. إذا نحن بهيك يا ثامن استطعنا أنهينا إن شاء الله دراسة هذا الدرس. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، رح نحكي فيه عن حضارة جميلة اللي هي الحضارة البابلية التي امتدت من 1894 إلى 1174 ما قبل الميلاد. شكرا لكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعونا في بقية الفيديوهات القادمة، وإلى لقاء قريب.